روي فيتوريا كان عنده تصريحات، انا بجد عجباني تصريحات روي فيتوريا، لان انا بحب المدرب اللي ما عندوش توازنات. واحنا هنا وقفنا في البرنامج ده، وروي فيتوريا لما سمح لبعض اللاعبين في مباراه وديه، وكان بعدها ايضا مباراه في دور تمهيدي والامور لا تسمح في المباراتين بالشكل ده، شفنا لعيبه بتخرج من المنتخب بين الشوطين. وهنا وقفنا في قناه النادي الاهلي وقلنا الوضع بالنسبه لنا غريب، والراجل طلع وقال انا مش هيتكرر ده عندي تاني. ولكن لما نيجي نلاقي روي فيتوريا بيقول تصريحات تدل ان هو بيتكلم في سياق واضح، مستوى الاهلي والزمالك مش مؤشر عندي لوضع المنتخب هيكون ازاي، ده مدرب عنده افكار. ولكن التصريح اللي عجبني لفيتوريا هو اصلا اختيار كهربا، ولكن التصريح بتاع فيتوريا اجمل من الاختيار. قال ايه؟ قال كهربا قدم مستوى جيد مع فريقه مع فريقي في الفترة الأخيرة ويستحق الانضمام للمنتخب للحصول على فرصة. كهربا أبهرني بأدائه المتميز داخل منطقة الجزاء وتحركاته المميزة. هنا ليه بقف عند فيتوريا؟ أنا بقول لك مستحيل روي فيتوريا يكون بمعزل عن اللي بيحصل حواليه من ظروف ومن تصريحات ومن مشاكل لكهربا. الراجل ده وهو مغمض، اللاعب ده مصلحتي معاه، اللاعب ده أفضل لاعب في مركزه بالأرقام حاليا داخل مصر، اللاعب ده معاه في المنتخب. إيه اللي يحصل؟ مين اللي بيضغط؟ مين جوه المنظومة عنده مشكلة مع كهربا؟ مين بره هيعمل إيه؟ أنا اللاعب ده هيفيدني في اللحظة دي هاخده. لو روي فيتوريا حط ده القاعدة بتاعته في شغله هينجح. لو خرج نفسه بره دايرة التوازنات هينجح، لو ضم سبعة من النادي الأهلي لمنتخب مصر عشان شايف هم الأفضل ومش قصة كوتا أحط كذا من نادي كذا وكذا من نادي كذا هينجح. عشان كده لما اتكلمنا في سياق فيتوريا والمنتخب والنادي الأهلي قلنا إذا رأى فيتوريا إن عنده فنيا بالمشاورة مع النادي الأهلي لاعبين من القايمة مش هيعتمد عليهم إطلاقا، يبقى ده شيء جيد جدا إن هو يمنحهم للنادي الأهلي ياخدوا الراحة الكافية. إذا لم يرتقي، إحنا هنا دايما بنتكلم أن المدير الفني اللي عنده أجندة رسمية هو يقرر ما يراه لمصلحة المنتخب، ما عندناش مشكلة. فإحنا دايما في قناة النادي الأهلي يا جماعة بنتكلم بشكل متزن، ولا احنا هنيجي مره نعمل فقره ونيجي نعمل عكسها، لان احنا طول الوقت يا اسامه بنتناقش وبنفكر وعندنا معيار كده يا اسامه واضح وصريح، ان احنا نكون متسقين مع نفسنا وصادقين ونحترم اللي بطريقه فيتوريا طالما هي قاعده على الجميع. وعشان كده برضه لازم ندي الطرف الثاني حقه، اما ان لم ينجح في الضغط باستبعاد كهربا، واما اصلا ما كانش فيه ضغط او تدخل في اختيار القائمه وهو من طرف اتحاد كرة القدم. لأن في وقت من الأوقات لما قلنا لفيتوريا شوف مين بيتكلم في ودانك وحاول أن أنت تشوف بنفسك، كنا شايفين الحالة. لكن حاليا لما يتم اختيار كهربا، وفيتوريا نفسه لما جاب يتحدث عن اختيار كهربا وعن أنه أبهره بتحركاته داخل أرض الملعب، اتكلم في نقطة تانية بتوضح لك قد إيه هو عاوز يستفيد من الحالة اللي فيها كهربا. قال أن كهربا بيمر بأمور خاصة أنا محتاج أستفيد منها، نوع من أنواع التحديات. كهربا عايش وقت تحدي، وقت اثبات الذات، فده مدير فني ذكي. ده حقيقي. ملم بالقصه كلها، ومش بس الاختيار ان ابهره داخل منطقه الجزاء، لا ده هو عايش حاله كهربا وتحديات كهربا والظروف الخاصه اللي بيمر بيها كهربا. فعشان نكون موضوعيين زي ما بنقول وقت الانتقاد راينا بمنتهى الموضوعيه، برضو بنقول هنا ان اختيار القائمه حتى لو تم استبعاد بعد كده لاعبي من النادي الاهلي في السفر الذهاب او العوده في ملاوي، ده هيكون بالتنسيق بالتاكيد لو في تنسيق يعني حصل، ونتمنى ان هو يحصل من اجل مصالح كره القدم المصريه بما لا يضر بمصالح المنتخب او لا يضر بمصالح النادي الاهلي. ولو مصالح المنتخب هتتاثر 1% السبع لاعبين مع المنتخب، اعتقد النادي الاهلي لن يعارض في هذا لان مواقفه السابقه قالت ده، خاصة في تحديات كأس العالم للأندية. لكن كلامه عن كهربا واختياره كهربا بيقول ان الراجل هو اللي بيختار، وهو اكد على ان في المؤتمر الصحفي ان اختياره للقائمة اختياره بنفسه لا وصاية عليه، وقالها بوضوح انا اللي اخترت اللعيبة ودي قناعاتي باللعيبة. وبالتأكيد اختيار كهربا هو الاختيار الاصعب، ولكن مش مفاجئ لان الحقيقة اللي قدمه كهربا يستحق عليه الانضمام لمنتخب مصر.